لا شيء جديد، إسرائيل قصفت في السيدة زينب، قصفت الميليشيات الإيرانية، ولا شيء جديد كذلك، الأسد يستجيب للضغوط الروسية ويلين خده للأتراك. وكذلك لا شيء جديد حول ما يجري من انتخابات المتوقعة لمجلس الشعب وحصة حزب البعث فيها. الجديد اليوم في ضيافتنا قيادي بعثي عتيق. من الرعيل الأول سنسمع وجهة نظره في القائد الأب والقائد الابن وتحليله لمجريات الأحداث في قادمات الأيام، إن على صعيد حزب البعث أو على صعيد ما يسمى بدولة الأسد. حياكم الله فيما تبقى. تساؤلات عديدة حول إعادة العلاقات بين النظام وتركيا. في زحمة الأنباء يتجدد القصف الإسرائيلي على السيدة زينب جنوبية دمشق ويوقع قتلى وجرحى. بين همس التلاقي ورفض التطبيع تتوالى الأنباء حول إعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري، علاقات لم تكد تغيب حتى تحضر، وفي حضور اليوم لغتان متناقضتان يكتبها نظام الأسد، الأولى دبلوماسية تدعو إلى التلاقي والأخرى رافضة للتطبيع، ما يثير تساؤلات حول مستقبل تلك العلاقات. أما تركيا فآخر ما توصلت إليه في كلام وزير خارجيتها الذي دعا النظام إلى استغلال توقف المعارك والعمل بجدية كما وصفها. وبين الاثنين تبحر موسكو مرة أخرى، علها تفلح في تقريب وجهات النظر بين حليفين لها متنازعين، فأرسلت مبعوثها ألكسندر لافرينتيف والتقى الأسد الذي أبدأ إيجابية بخصوص المبادرات الروسية. تقول مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا إن موسكو تعمل على استثمار الغضب التركي من الانتخابات المحلية التي تعتزم قصد إجراءها في شهر آبل مقبل، وكذلك تلمست رغبة تركية في تعزيز التنسيق حول سوريا، وهو ما ترجمته مرونة أنقرة تجاه الوساطة العراقية. إذن مساعٍ جديدة تبذلها روسيا لدفع مسار التقارب، لكنها تتفهم الهواجس الأمنية لتركيا ومطلب السيادة للنظام، وفي السيادة حكايات تروى على الأراضي السورية، فهو يطالب بخروج الأتراك لكنه يستثني الروس والإيرانيين، فضلاً عن القصف الإسرائيلي المتجدد كل حين والتغني بالرد المناسب، إلا أن توقيته لم يأتي بعد، وآخره استهداف مقر يتبع لمنظمة جهاد البناء الإيرانية في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. تقول مصادر إن المقر المستهدف تستخدمه الميليشيات الإيرانية لتخزين السلاح مؤقتا وتنظيم اجتماعات عسكرية، لينضم هذا الاستهداف إلى قافلة مئات الضربات الجوية. كما يقول مهر أبو علي فعلا يعني، وفي السيادة حكايات تروى. يقول للأتراك عليكم الرحيل من شمال سوريا، ثم يقول لا والله يعني أرجوكم أرحلوا، وفي نفس الوقت إسرائيل تأتي وتضرب السيدة زينب على بعد كيلومترات قليلة من مكان إقامته. بمنتهى الحيادية ومنتهى الموضوعية، هل يعرف أحد منكم يا قوم أينما كنتم في أصقاع هذه الأرض البائسة في مشارق الأرض ومغاربها، هل سمع أحد منكم بكيان يحدث فيه ما يحدث في سوريا؟ بمنتهى الحيادية والموضوعية، هل سمع أحد منكم بكيان يحدث به هذا الذي يحدث في سوريا؟
أتت إسرائيل وقصفت مؤسسة جهاد البناء في السيدة زينب. جهاد البناء اليوم أستاذ مصطفى علوش له مقال يعني جميل على هذه التسمية الإيرانية، قال لك جهاد الشتائم. هو فعلا هؤلاء ليس لديهم إلا جهاد الشتائم حاليا تحديدا، يعني ألسنتهم تكاد تغادر أجسادهم من طولها. جهاد الشتائم، قال لك جهاد البناء. جهاد البناء مؤسسة إيرانية معروفة، ذراع من أذرع الحرس الثوري الإيراني، ونحن نعرفها في سوريا جيدا، والسوريون يعرفونها جيدا من قبل الثورة، وطبعا تعزز دورها من بعد الثورة السورية. هذه غطاء للحرس الثوري الإيراني، هي تقيم أبنية لا شك للحرس الثوري الإيراني، هي مختصة بالبناء، شركة مقاولات يعني قريبا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني غطاء له، وضباطه يستخدمونها، يستخدمون مقراتها وآلياتهم. وهذه السيدة زينب البقاصي والداني يعرف أنها نقطة تجمع سواء للأسلحة أو لقادة الميليشيات الداخلة من العراق، يتجمعون في دمشق، في ضواحي دمشق أحد نقاط التجمع هي السيدة زينب، ومن ثم يتم إكمال الطريق إلى لبنان أو إلى جنوب سوريا إلى جبهة الجولان. باتت الأمور مكشوفة ومعروفة، والإسرائيليون يتصيدون لهم ويقعدون لهم كل مرصد. عندما تدخل قافلة أو تدخل شخصية مهمة يأتي الطيران الإسرائيلي ويضربهم. من ضربت إسرائيل لا نعلم، لا إسرائيل تقول ولا الإيرانيون يقولون، نحن فقط كسوريين ماذا نعلم؟ نحن نعلم متى تأتي الضربة. سكان دمشق يخرجون جوالاتهم من جيوبهم ويصورون المشهد، ثم لا شيء، وتخرج وكالة أنباء النظام وتقول لك والله دفاعاتنا الجوية تصدت للعدوان وأسقطنا كذا وأسقطنا كيت، ويعني نفس الديباجة، وقتل منا شخص وجرح شخصان. دوما هذا الرقم، قتل شخص وجرح شخصان. طيب شخصان بأربعة؟ لا، عسكري وشخصين مدنيين، أو مدني وعسكريين، هكذا هذه التنويعة بين الاثنين وبين الواحد. ويا قلبي لا تحزن، وهكذا دوليك دوليك على مدار كل هذه السنوات. الآن هناك عادة إسرائيلية جديدة، عندما تقصف هذه المناطق تقصف مواقع الرادار والإنذار المبكر، وهذه قصفتها في تل الصحن بريف السويداء الشرقي، على أساس أن النظام ربما يفعل منظمات دفاع جوي أو محطات إنذار مبكر أو محطات رادارية تعترض الصواريخ الإسرائيلية، فتأتي إسرائيل تقصفه ومن ثم تقصف في السيدة زينب، ويخرج النظام ويقول لك والله تصدت دفاعاتنا الجوية. منذ فترة تصدت دفاعاتنا الجوية فعلا، فسقط الصاروخ في عكار في لبنان. قبلها بفترة تصدت دفاعاتنا الجوية، فسقطت صواريخنا في قبرص. أرجوكم يكفي تصدي، دائما يكفي تصدي يا جماعة، ذبحتونا من كثرة التصدي ودفاعاتكم الجوية التي تتصدى، أرهقتمونا، أتعبتم الدفاعات الجوية من بعدكم، أتعبتم الجيوش من بعدكم، وأنتم تتصدون. الجماعة في سلاح الدفاع الجوي لدى النظام، أتعبتم الجيوش من بعدكم وأنتم تتصدون بهذه الأسلحة، أرجوكم يكفي تصدي يا جماعة. شكرا، مشكورة، هاي تاليها صفت، شكرا، شكرا جزيلا. تأتي إسرائيل تسرح وتمرح إسرائيل في السماء سوريا، والجبهة الآن في جنوب لبنان عادت للاشتعال، هي يعني كانت قبل يوم أو يومين هادئة، الآن عادت للسخونة مجددا، والروس يحذرون رعاياهم من الزيارة لبنان، والدول الأوروبية سبقتها كذلك في تحذير رعاياها. الآن الأمر مرهون بأمريكا وإيران، واشنطن وطهران. وصلت الأمور إلى الحافة، هل تنزلق؟ لا أحد يعلم، لكنها وصلت إلى الحافة بين الإسرائيليين وحزب الله والإيرانيين من خلفهم، والسيد الرئيس طبعا جالس ينتظر كما ينتظر كل السوريين. ينتظر الرجل، ينتظر، يعني هو يتعامل مع القصف الإسرائيلي هذا وكأن شيئا لم يحدث، وكأن شيئا لم يحدث، هو يخرج كي يعلق على قصة الأتراك. أما هذه سوريا قصف إسرائيل، وكأن هذا البلد ليس بلده، لا يعنيه يعني لا من قريب ولا من بعيد. وخبر في وكالة سانا تصدت دفاعاتنا الجوية وانتهى الموضوع، على بعد كيلومترات قليلة يحدث منه القصف، وكأنه يعيش في كوكب دري هذا الرجل، ليس في كوكب سوريا. يخرج ليقول لك والله على الأتراك، يعني نحن منفتحون على الأتراك، إيه ماذا عدا مما بدأ؟ لين النظام وكل أخطاب النظام لينوا لهجتهم مع أنقرة، لماذا؟ ما السبب؟ ونحن منفتحين، ويعني
قبل فترة خرج وزير خارجية النظام ليقول يعني يكفي أن تعلن تركيا نيتها الانسحاب. قبل فترة كان يقول لا يجب أن تنسحب، ثم خفض اللهجة قال يكفي أن تعلن أنقرة نيتها. يعني إذا خرج الأتراك في أنقرة وقالوا والله نحن سننسحب، مقبول يا جماعة، يعني مبازرة، تشعر أنك مبازرة في سوق لبيع البضائع النسائية. قولوا فقط، قولوا أنكم سترحلون ونحن نقبل. والأتراك ما قالوها. لماذا هذا التغير في موقف النظام؟ لا تحتاج تحليل، لا تحتاج تحليل، البتة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. أتى المبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرانتييف، زار بشار الأسد بالأمس، خرج التصريح بعد زيارة ألكسندر لافرانتييف. أردوغان سوف يلتقي بوتين في قمة شنغهاي بعد أسبوع، فأتى لافرانتييف ويبدو أسمع النظام ما يسوه، يبدو، لأنه ما يعني ما سر تغيير هذه اللهجة. فخرج الأسد وأعلام الأسد وجماعة الأسد كلهم لا والله يا جماعة، يعني لا، الأمور طيبة ونحن منفتحون على التعاون مع الأتراك. طيب قبل فترة ما كنتم تقولون كان وزير خارجية النظام يعني يهدد ويزبد ويرعد، وخرج ذات يوم وينغض رأسه ويقول على الأتراك أن ينسحبوا، وإذا لم ينسحبوا وإلا، وخرج وقالوا هذه الإلا أيضا استخدمها مع الإسرائيليين، على إسرائيل أن تتوقف وإلا. طيب انتهاك مزدوج لهذه الإلا معالي وزير الخارجية حدثت، الإسرائيليون من جانب والأتراك من جانب، هذه الإلا التي تتشدق بها ماذا بقي من أحرفها؟ ماذا بقي؟ هكذا البعض يسأل. على الأتراك أن ينسحبوا. صعر خده الأسد، صعر الأسد قبل فترة، صعر خده للأتراك ومشى في الأرض فرحا ومرحا ومضى مختالا فخورا. صعر ومشى مرحا ومضى مختالا فخورا، ثم ماذا؟ نحن مستعدون ومنفتحون على التعاون مع الأتراك. أنت لست من أهلي إلا، هذه الإلا أنت لست من أهلها، هكذا البعض يقول سيد الرئيس. طبعا وهو عندما قال هذه الإلا هي ليست مراجلة من عنده، هو يكره الأتراك كراهة تحريمية النظام، لا شك في ذلك، لكنها أتت بطلب إيراني، لأنه قبل فترة عندما رفع السقف ضد الأتراك كان الإيرانيون وقتها، أيام كان هناك إبراهيم رئيسي وحسين أمير اللهيان، أيام كان على قيد الحياة، أتى حسين أمير اللهيان إلى بشار الأسد يعني وأوقف هذا المسار الثلاثي التركي مع بشار الأسد مع الروس. صعد الأسد ضد الأتراك، لأنه قبلها كان أيضا في مرحلة اللين مع الأتراك. هو هكذا يأتيه الروسي فيطلب منه أشياء فينفذها، ثم يأتيه الإيراني يطلب منه أشياء عكسها فينفذها، فتخرج الصورة بهذه المهزلة، بهذه المهزلة. هذه ليست سياسة، هذه ليست حتى بيع سجائر على أوتوستراد المزة، على في كولا في أوتوستراد المزة، لا أبدا أبدا. يأتيك الروسي، طيب وغدا وإذا أتى الإيراني وقال لك لا تمهل في مسألة التعاطي مع الروس مع الأتراك، تخرج وتقول والله على الأتراك أن ينسحبوا. وهكذا يا قلبي لا تحزن، هو نحن سوف نمضي الحياة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة سوف تمر الحياة يعني والأيام. طيب جماعة النظام أكلت، يعني الذين يعني يشك المرء فيما يأكلون ويشربون، ألم تسمعوا الأسد قبل فترة كان يهجم على الأتراك، الآن ألان جانبا مع الأتراك، بعد يومين ربما أيضا يصعر خده ويهجم على الأتراك. طيب الرجل لا يتكلم من عندياته، إن هو إلا وحي يوحى إما من الكرملين أو من طهران. يعجبكم هذا الذي يحدث؟ يعجبكم؟ طيب جيد. أنت لست من أهلي وإلا، هكذا البعض يقول لك سيد الرئيس مع كامل الاحترام، يعني لا أنت يعني أنت تحسب نفسك لا تقتضي الدين إلا بالقنا الذبولي، ولا تحكم سوى الأسياف في القللي، ولا تفر إذا ما خط معركة فما يزيد فرار المرء في الأجل. أنت تحسب نفسك عنترة بن شداد حتى تخرج وتقول للناس وإلا؟ هذا عنترة، عنترة قول وفعل، لا تقتضي الدين إلا بالقنا الذبولي. قال لك عنترة يقول لك ولا تفر إذا ما خط معركة فما يزيد فرار المرء في الأجل.
أنت لم تخوض معركة إلا وفررت منها، ليس أنت فقط، أنت والسيد الوالد، السيد الوالد القائد الخالد، هذا القائد الخالد راعي الرياضة والرياضيين وراعي الفرار والفارين، ولم يخوض معركة إلا فر منها، وأنت كذلك لم تخوض معركة إلا فررت منها، لذلك دعك من هذا تصعير الخد مع الأتراك وتنغض رأسك وتمشي في الأرض مرحا، أنت لست من أهلها، لست من أهل هذه المواقف. الآن تلين جانبا مع الأتراك، طيب سوف نرى، سوف نرى في قادمات الأيام. ثم يقول طبعا الخبر، يعني هذه الخبر يعني يستند إلى جانب تحليلي وجانب من المعلومات، أنه لماذا الروس الآن يريدون التقارب بين الأسد والأتراك، أنه والله الأتراك غاضبين من الانتخابات التي تنوي قسد إجراءها. طيب جيد، فقال لك الروس الآن فرصة مواتية، تعال أيها الأسد واتفق مع الأتراك، والأتراك منفتحون على التعاون معك بشرط محاربة قسد. هذا أس المشهد التحليلي. طيب من يقول هذا القول ينسى أو يتناسى أن كل هذه الأطراف سواء تركيا أو روسيا أو إيران أو النظام، هي هل يستطيع أحد من هذه الأطراف أن يرفع حجراً على حجر في الشمال السوري، في شمال غربه وشمال شرقه دون موافقة واشنطن؟ هل يجرؤ أحد؟ هل يستطيع أحد؟ من هذا الذي يستطيع القفز على الحائط الأمريكي؟ لا يوجد، بكل بساطة لا يوجد، يعني لا يوجد. يعني هل واشنطن سوف تتفرج على عملية مثلا عسكرية بين الأتراك والنظام والروس من أجل إزالة قسد؟ واشنطن تتفرج؟ كبيرة هذه، كبيرة على البلعوم، هذه لا يستطيع بلعوم ولا مريء ابتلاعها. من يبتلع هذه؟ واشنطن لها الأمر تقريبا من قبل ومن بعد في شمال شرق سوريا وتقريبا في كل سوريا. فبالتالي على الذين يقولون الآن أنه والله هذا موسم المصالحة والأتراك سوف يتحالفون مع بشار الأسد من أجل محاربة قسد والروس يريدون ذلك والأمور انتهت، طيب يا جماعة أين واشنطن؟ أين واشنطن في هذا العرس؟ يعني أين هي؟ لها قرص في كل عرس سوري، واشنطن لا يمكن تجاوزه، لا يمكن. ثم من قال أصلاً إن النظام قادر على تقديم أي مساعدة للأتراك في مسألة محاربة قسد؟ ثم من قال أصلاً أن الأتراك يظنون خيراً في النظام في مسألة التعاون ومحاربة قسد؟ من قال؟ لأنه الآن البعض يقول لك خلاص تم افتتاح معبر أبو الزندين وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع، الأتراك الروس نجحوا في عقد الوساطة بين الأتراك والأسد والأتراك سوف يرحلون من شمال سوريا وانتهى الموضوع، شكراً جزيلاً. هذا كلام ليس دفاعاً عن الأتراك، لكن هذا واقع حال يعني، وهذا السيناريو تكرر للمرة الألف، للمرة الألف، للمرة الألف يتكرر هذا الأمر، يتكرر مراراً وتكراراً، مراراً وتكراراً. تحدث لقاءات بين النظام والأتراك لا شك في ذلك، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأمور سوف تصل إلى هذا الحد، لا يعني، والنظام يعرف هذا الأمر. قبل فترة قيل والله الأتراك جالسين مع النظام في قاعدة حميمين، إيه ليس صحيحا، نقله بعض الصحفيين هنا في تركيا القريبين من بشار الأسد، ومن ثم خرج النظام وقال هذا الأمر كذب. طيب الآن عدنا لقصة جديدة وهكذا وهكذا، هذا والله أعلم، هذا والله أعلم. يعني الأتراك يريدون يعني يظنون خيرا في الأسد في مسألة التحالف ضد قسد؟ هو هل يوجد عاقل على سطح الأرض يقول بهذا الكلام؟ حتى لو أرادت موسكو ذلك، حتى لو أراد الأسد ذلك، حتى لو أرادت تركيا ذلك، لكن هناك واشنطن يا جماعة، هكذا البعض يرى، هناك واشنطن. وأنت سيد الرئيس، وأنت سيد الرئيس، سوف ينتهي هذا العرس الآن، ومن ثم ندخل في عرس آخر، وأنت جالس تهدد الأتراك. أنا البعض يرى أنه مشتاق أن يمضي الزمان قليلا حتى تأتي إيران وتقول لك لا خفف اللهجة مع الأتراك. ثم طيب ما نحن نسجل تصريحاتك، نحن في زمان اليوتيوب، نسجل لك ولوزير خارجيتك، نسجل لك الإقبال والإدبار مع الأتراك. الموضوع تجاوز مرحلة المهزلة، الموضوع تجاوز مرحلة لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها، تجاوزنا، بان أكثر من الكلى من هذه المهزلة، تجاوزنا. يعني هذا لا يشبه شيئا في عالم السياسة.
فدعك من التصريحات والسقوف العالية، لأنك ربما غدا أو بعد غد تتراجع عنها. آخر الأخبار المؤكدة في سوريا، دمشق يا جماعة ربحت جائزة، دمشق التي يجلس بها السيد الرئيس. ما هي الجائزة؟ ما هي الجائزة يا بشراكم ويا سعدكم؟ دمشق حصلت على المرتبة الأخيرة عالميا في تصنيف المدن الأكثر قابلية للحياة في عام 2024. شكرا شكرا لكم شكرا لكم. المرتبة الأخيرة دمشق، هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. المرتبة الأخيرة، شكرا جزيلا. هذه هي الحقائق على الأرض. ما دون ذلك يعني هذا الكلام، يعني ما دون ذلك يعني لا يؤخذ ولا يرد على السيد الرئيس، لأنه ليس من أهل المعارك لا هو ولا كل هذا المحور، لا هو ولا كل هذا المحور. هم ليسوا من جماعتي، إلا ليس فقط السيد الرئيس، كل المحور الإيراني. لذلك على الذين الآن يروجون للإيرانيين أن ينتبهوا قليلا، ترى يعني هؤلاء لا يستنصرون، لا يستنصرون، هؤلاء لا يستنصرون، ليس لديهم إلا الفرار في المعارك. فعلى بعض أهل الحل والعقد وأهل الصلاح أن ينتبهوا قليلا من عشرة الإيرانيين، لأنه ولا تجلس إلى أهل الدناية، فإن خلائق السفهاء تعدي. ولا تجلس، هذا المعري في غالب الظن، المعري في غالب الظن يقول ولا تجلس إلى أهل الدناية فإن خلائق السفهاء تعدي. حنانيكم يا قوم، خلائق السفهاء تعدي، وبدأت العدوى تظهر على بعضكم، بدأت. دعكم من هؤلاء، هؤلاء ليسوا من أهلي. وإلا يعتزم النظام إجراء انتخابات مجلس الشعب في 15 من تموز المقبل، وسط تحذيرات من التلاعب بالنتائج بما يضمن هيمنة حزب البعث على المجلس. الموافقون إجماع. إجماع هشم هيبة مجلس الشعب في سوريا، الذي شرعن سلطة الأسد الأب وضمن توريث الحكم لتتمكن عائلة الأسد من مواصلة الاستيلاء على السلطة، وحول الأعضاء إلى مصفقين تفرضهم الفروع الأمنية باسم المستقلين، أو يستأنس حزب البعث لاختيارهم بناء على توجيهات القيادة. حركات تطويرية وتحديثية في المنظومات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، رافقها استئناس حزبي ورفع الحصانة عن أعضاء بعثيين، منح الإذن لملاحقتهم قضائيا، وكل ذلك يندرج بحسب تقرير أعده المجلس الأطلسي ضمن أهداف النظام الساعية إلى إحداث ثلاثة تأثيرات أساسية تركز على زيادة تمثيل معاقله والتلاعب بالمرشحين، خاصة فئتي العمال والفلاحين، لتكون بوابة عبور لرجال الأعمال، ومنع المنافسة الفعالة بين الأحزاب المتعددة، وهي تأثيرات تؤدي حكما إلى انتخابات غير عادلة وغير متكافئة، تضمن استمرار هيمنة البعث وتمنع أي فرصة حقيقية للمنافسة الديمقراطية في سوريا. وعلى الرغم من ضمان حزب البعث استحواذه على ثلثي أعضاء مجلس الشعب برفقة صورية مع أحزاب تحت غطاء الجبهة الوطنية التقدمية، فإن نظرة إلى التوزيع تظهر تمييز الحزب ضد ناخبي محافظات الشمال لصالح الناخبين في الساحل السوري، خاصة أن الانتخابات تجري وفق نظام التصويت الكتلي الذي صممه النظام لتعطيل المنافسة بين الأحزاب، مما يقوض خيارات التنظيم السياسي ويضمن تفتيت أحزاب المعارضة وتشرذم أصواتها، وهي خطوة استباقية أوجدها النظام لتعطيل أي منافسة محتملة قد تنتج عن المفاوضات الدستورية واحتمالية تطبيق بنود الحل السياسي في سوريا. معنا من باريس دكتور ناصر سابا، دكتور في القانون الدولي، وقبل أن يكون دكتور في القانون الدولي هو البعثي العتيق والعتيق جدا. دكتور مرحبا. هلا 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 بأخونا معاذ الحبيب،
يا حي الله دكتور، يا حي الله. حي الله بيك. أنا بشكرك على هالاستضافة، وبشكر فريق العمل كمان، وتحياتي للمشاهدين. نحن رحلتنا معك هاي بداية إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. نحن الذين نتشرف ونشرف بوجودك معنا دكتور ناصر. دكتور ناصر السابع، شكرا جزيلا. الله يسعدك. تراقب الآن هناك انتخابات في الشهر القادم، وقصة حزب البعث يعني ما زال يبدو يريد أن يبتلع المجلس. رأيك مبدئيا؟ والله يا أخ معاذ، يعني الحقيقة الإنسان بيحتار تجاه تصرفات النظام، وخاصة مسألة الانتخابات، لأنه هاي الانتخابات مسألة ثانوية وهامشية بالنسبة للقضايا الأساسية داخل البلد. يعني أنا ما بفهمان، هي هذا تعبير على أساس أنه بدنا نحط الناس وندزهم في موضوع مجلس ما له علاقة الحقيقة بمجلس الشعب، لأنه مثل ما بيعرف القاصي والداني بسوريا أنه هاي تعد اللوائح من قبل الأجهزة الأمنية ومقررة سلفا. يعني ما في داعي لها التمثيلية، خاصة وأنه الإنسان حتى يكون عنده حد أدنى من العقل والمنطق. يا أخي البلد فيها 5 جيوش عدا المنظمات والميليشيات وكل التدخلات الخارجية، كيف بدك أنت في بلد في هذا الوضعية تجري انتخابات؟ يعني بده يكون الواحد يعني في حالة من الهذيان بحقيقة الأمر. طيب. بعدين يعني يفترض الآن يفكروا بشيء آخر غير موضوع الانتخابات. يا أخي في كمان أيضا هناك حراك بالسويد، وفي ثورة قامت وصرها 13 سنة وشعبنا نصه مشرد بمخيمات وببلاد اللجوء. طيب كيف يعني شو الانتخابات، شو لها معنى يعني بهالحالة؟ وبعدين هذا مسألة الحزب، يعني هاي مسألة تكاد أن تكون يعني بصراحة شيء من يعني مهزلة. أنا بعتبرها يعني شكل من أشكال التزييف المستمر ضمن إطار يعني ضمن شغلات التبني الشعارات، وهي الشعارات كلها كلام ما إلها معنى. حسن. مثل معنى الانتخابات اللي جارية على طيب. اللي بدها تجر دكتور. على الأرض. دكتور يعني وأنت من رجال حزب البعث منذ 50ات القرن الماضي، يعني كنت علما على رأسه نار في تلك المرحلة يا دكتور. البعض يسألك يعني هذا هو سلوك حزب البعث، هو هل تغير حزب البعث؟ حزب البعث يريد أن يسيطر على كل شيء، يقضي على أي شيء سوى ويبتلع كل شيء. أنتم البعثيون هذا هو دينكم وديدانكم، هكذا البعض يقول لك. حياك الله، أنا شاكرك على هالسؤال لأنه سؤال مفصلي. يعني أنا بعتقد أخ معاذ إنه الناس يعني بعيدة كل البعد عن معرفة ما يسمى الحزب، وأنا مو عتبان على لا على الحزبيين القائمين ولا على الناس ولا على القوى الأخرى، لسبب بسيط جدا. يعني قامت انقلاب 8 أذار قام 63، يعني اللي ولد سنة 63 يا معاذ صار عمره 61 سنة. يعني مو مسألة سهل إنك تزيل هاي عملية التزييف ومعرفة الحزب. أنا بقول لك باختصار شديد بدون الدخول بالتفاصيل، نحن الأساتذة بالنسبة إن المؤسسين هم 3 ما في غيرهم، هم ميشيل عفلك وصلاح البيطار وجلال السيد. والأساتذة بالأساس الأستاذ صلاح والأستاذ ميشيل إجوا من باريس بعد ما أكملوا دراستهم سنة 36 إلى سوريا، وبدأوا بحركتهم وبنضالهم. كان نضالهم ضد من أجل الاستقلال مع القوى الوطنية الأخرى، لكنهم بالنهاية كان وراهم وأمامهم موضوع تراث فكري وحضاري ووطني وعروبي وهوياتي موجود على الأرض. كانت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين، ومن ثم الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش، وكذلك موضوع المملكة السورية. فجماعة في أهم شيء كمان أيضا موضوع استشهاد يوسف العظمى وزير الدفاع بوجه القوات الفرنسية المحتلة. يعني هاي في تراث وطني طويل عريض، والأساتذة ما إجوا يعني عملوا نظريات بالهوى، هم كشفوا عن العوامل المؤثرة في الواقع وتبنوا أفكار أساسية بالإضافة لعملية الاستقلال
هي عملية الوحدة العربية اللي بيعتبروها شيء مقدس بالنسبة لهم. حسن. وهذه ملازمة لفكرة موضوع الحرية، والحرية. طيب يا دكتور، دكتور إذا سمحت لي، البعض يقول لك يعني الحزب البعث وأنتم البعثيون يعني كلامكم جميل جدا، لكن فقط على الورق، لكن على أرض الواقع طيب كيف وصلنا إلى مرحلة الحزب الواحد وابتلع البعثيون كل شيء في سوريا وأحرقوا تقريبا كل شيء، كيف؟ لا أقول لك، أولاً الحزب البعث نحن اللي علمنا، أنا حسب وعيتي ومعرفتي وأنا كنت بريعان شبابي، تعلمنا أولاً على حب الشعب، هذا بالدرجة الأولى، ثانياً على خدمة الشعب، ثالثاً وأهم على الأخلاق، لأنه بدون أخلاق ما بتقدر تشتغل مع حدا يا معاذ، ما بتقدر تشتغل مع حدا، بدك جانب أخلاقي يكون ضمانة، وعلى الوطنية وعلى الهوية العربية. نحن هاي الأشياء اللي تربينا عليها، أما بتقول لي كيف وصلت الأمور لهالشيء هذا لموضوع الحزب الواحد، إذا أهم حدث بالنسبة للحزب كان هو بتاريخه هو النضال ضد الانقلابات العسكرية، وكان له دور أساسي في إسقاط الانقلابات العسكرية، وأصلاً تم عملية الدمج مع الأستاذ أكرم حوراني سنة 52، وأبعدوا الأساتذة الثلاثة الأستاذ أكرم والأستاذ صلاح والأستاذ ميشيل إلى بيروت ومن ثم إلى روما، أبعدوهم وعادوا بعد الانقلاب بعد سقوط أديب الشيشكلي. طبعاً هذا الكلام أنت إذا بتقول لي أنه كيف وصلوا لموضوع الحزب الواحد، في هناك جرى انقلاب حقيقي يمكن أنه الإنسان يلقي الضوء عليه بشكل واضح، هو انتقال الفكر الحزب من الفكر الحر الديمقراطي البرلماني إلى الفكر الشمولي الشيوعي، وهذا جرى في عملية مؤامرة عمليا ما بين العسكر والتيارات الطفولية اليسارية اللي قادمة من العراق وفي سوريا أيضا كان لها مرتكز، وعملوا ما يسمى بالحزب الواحد والحزب القائد والأخطر من ذلك الديمقراطية المركزية، والأخطر من كل ذلك هو الجيش العقائدي، نقلوا المؤسسة الوطنية تبع الجيش إلى مؤسسة تابعة لمجموعة، ما ممكن يكون أي جيش في الدنيا يكون جيش حزبي أو تابع لفئة معينة، الجيش هذا مؤسسة وطنية، فهم عملية الحزب القائد والحزب الواحد هي أفكار دخيلة على الحزب، ولما الأستاذ صلاح رحمة الله عليه إجوا عليه وعرضوا عليه المقررات قال لهم يا أخي شكلوا حزب آخر ونحن نعطيكم رخصة لهالحزب، يعني نحن يفترض أنه نعمل على نظام ديمقراطي، فهذا الشيء كان دخيل على الحزب بكل معنى الكلمة، خاصة وأن الحزب كان أهم أفكاره اللي هو النظام البرلماني الديمقراطي وتعدد الأحزاب والتناوب على السلطة، لأنه إذا ما في تناوب على السلطة ما في ديمقراطية. طيب. لأنه الشعب هو المرجع. دكتور أنت بتقول لي أنه مظبوط، أنا بقول لك أنه كلام مظبوط لأنه أنا هذا الشيء اللي تربيت عليه، وأنا هو لا أحد يشكك هذا النظام اعتبارا من عام 1966، فنحن يعني مو اليوم عمالين ننظر على لا أنا أعلم أنت سجنت مرتين، نحن نعلم هذا الأمر يعني، ولكن الله سلم وخرجت. لكن يا دكتور البعض يقول لك مع كامل الاحترام لنضالكم أنتم الرعيل الأول من حزب البعث، البعض يقول لك أنتم صادقون نقيون أطهار لا أحد يشكك في ذلك، وسجنكم حافظ الأسد وخرجتم من سوريا، أنت من 68 خارج سوريا أصلا ولم تعد من 68. نعم. لكن يا دكتور أنتم كيف هذا الاتجاه النقي في حزب البعث استطاعت زمرة أن تعزلكم تماما، والبعض يقول زمرة طائفية، يعني زمرة طائفية دخلت داخل حزب البعث وداخل الجيش السوري ومؤسسات المخابرات وانتهى الموضوع بكم خارج سوريا وسيطر هؤلاء على البلد، كيف؟ أخ معاذ بيبي لازم يكون الإنسان يشوف الأمور مش بتاريخها اليوم، بده يشوفها في ظرفها السابق. أولاً انقلاب تبع 8 أذار اللي هو بداية المشكلة، حتى نقول لك بكل منتهى الموضوعية، وأنا بنقد نفسي من الناس اللي بعتبروا أنه كان خطأ بالنسبة للقيادة، وأنا عاتبت الأستاذ صلاح البيطارة الله يرحمه هون سنة 79 لأنه أنا سبق
أنه إلي علاقة تاريخية سواء معه أو مع الأستاذ ميشيل عبر التاريخ. هاي من 59 حتى استشهاده 80، والأستاذ ميشيل من عرسه سنة 79 في الكاتدرائية المريمية حتى وفاته لما نقلوه على بغداد. نحن سيدي سألت سؤال، قال لي نحن لما نمشي مع ناس على أساس أنه بيمتوا للحزب بصلاة وبيدعوا أنهم حزبيين، نشتغل على أساس أخلاقي وعلى أساس مكشوف. هاي اللجنة العسكرية كانت لجنة سرية تشكلت في القاهرة، وأنا بعلاقة خاصة سواء داخل السجن أو خارج السجن في لبنان مع اللواء محمد عمران، شرح لي بالتفصيل عن هذه اللجنة. لحظة وهذا لحظة موضوع. لحظة دكتور، هذا موضوع. أنت سجنت مع اللواء محمد عمران صحيح في نعم. في 66 أليس كذلك؟ نعم نعم. إلى 68 بقيت أو إلى 7 بعد النكسة خرج. إلى 67 لعشر أيه؟ حزيران 67 لأنه نحن الهزيمة أي بعد النكسة تمام. نعم. في هذه السنة كنت مع اللواء محمد عمران، ومحمد عمران رئيس اللجنة العسكرية يعني. نعم. طيب ماذا قال لك هنا؟ يعني نريد أن نعرف. إيه شوف أقول لك، محمد عمران هو اللي كشف عن اللجنة العسكرية في 18-12-64، وتم عملية على أثر ذلك تم عملية تسفيره كسفير في إسبانيا، ونشأ الخلاف بين القيادة القومية واللجنة العسكرية وما يسمى بالقيادة القطرية اللي تم عمليا تبعيتها للجنة العسكرية وحلتها القيادة القومية. اللواء محمد عمران لأقول لك شيء، هو قال لي بس إيضاح للتاريخ، هم خمسة ما في غيرهم: محمد عمران، صلاح شديد، حافظ الأسد، عبد الكريم الجندي، وأحمد المير. وطلبوا من ثلاثة ورفضوا لظروف معينة كل واحد، من العقيد مسجد هنيدي وعبد الغني عياش ومن منير جيرودي. وهم اجوا بتنظيم عسكري سري لم يكشف على الحزب نهائيا الا في نهاية ال64 او ال65، شايف كيف؟ فاللواء محمد عمران أنا الرجل يعني أعتقد أنه كان من الأشخاص اللي ممكن أنهم يشكلوا عملية بديل وحل مشكلة سوريا، لأنه في مشكلة الشيء اللي تفضلت عنه مشان موضوع التطييف والمسألة الطائفية. المسألة الطائفية هي في طائفية سياسية اللي حدثت وتم عملية بلورتها، لكنها تطورت مع الدخول الإيراني والنظام الملالي إلى برنامج وإلى مشروع في المنطقة مدمر، دمر العراق ودمر سوريا ودمر لبنان ودمر المنطقة وأيضا اليمن ولا زال. فاللواء محمد عمران معاذ كان الرجل قال إنه نحن لازم نعالج المسألة هاي عبر الوسائل الديمقراطية. الشباب اللي هم شو اسمه رايدين إنهم يفرضوا نظام الحزب الواحد والحزب القائد، وهذا الشيء لا يمكن فرضه على الناس بهذه الطريقة. وطبعا تمت عملية تصفيته لأنه هو بشكل البديل بالنسبة لحافظ الأسد. يعني بعد أقول لك دكتور، يعني محمد عمران كان أكبرهم رتبة، أعتقد كان هو المقدم، ويعني عقيد عقيد في مصر أيام كان في مصر كان عقيدا. عقيد عقيد. طيب ما هو أصلا هو الذي رأس اللجنة وهو يعني هو رأس الموضوع، لكن حافظ الأسد وصلاح جديد أزاحوه، لذلك انقلب عليهم، ومن بعد ذلك قتلوا حافظ الأسد في لبنان صحيح؟ إيه هذا الانقلاب تبع 23 شباط معاذ، هذا انقلاب على البعث، انقلاب من اللجنة العسكرية على البعث، وأول انقلاب دموي كان في تاريخ سوريا، لأنه راح 65 قتيل عند بيت الفريق أمين الحافظ رئيس الدولة، واللي هو كان أيضا عضو قيادة قومية وعضو قيادة قطرية. فالانقلاب الحقيقة تم عملية انتقال إلى الحكم العسكري، يعني هلأ من وقتها ما في شيء اسمه حزب، في حزب اللجنة العسكرية حسناً أو حزب هنا في هذه حزب اللجنة العسكرية. طيب اللجنة العسكرية خمسة، ثلاثة علويون واثنان إسماعيليان صحيح؟ صحيح صحيح. من وقتها أصبحت يعني الموضوع انتهى. إيه لا في شيء له علاقة، لازم نأخذ الموضوع بتاريخه وبتسلسله معاذ. يفترض إنه نأخذ بعين الاعتبار إنه نشأ عمليا انقلاب 8 آذار كان بين الناصريين والبعثيين وزياد الحريري ككتلة مستقلة، شايف؟
والحقيقة الوحدويين، وكان عمك منهم المقدم فواز محارب، هذولا كانوا، كان عضو مجلس قيادة الثورة كمان، هذولا كانوا مجموعة أساسية الوحدويين. عبد الناصر في حينها يعني نحن كانت الشيء الأساسي بالنسبة لقبول الانقلاب بالنسبة للبعثيين هو رغبة الأساتذة بشغلتين: عودة الوحدة، وخاصة أنه حدث انقلاب بالعراق بثماني شباط، هذا خلى القيادة الحزبية أنها تعتبر أنه مسألة الوحدة أصبحت باليد، وخاصة بين سوريا والعراق ومصر. يعني مسألة الحقيقة حلم كبير يا معاذ، ما بدنا نأخذ هو صحيح هو يعني تمام دكتور، يعني أنا أعلم أنك ذاكرة ممتلئة بالأحداث، وأنا يعني سوف أحاول استضافتك تحديدا في مسألة سأستطرد معك في مسألة ذهابك مع أمين الحافظ إلى بغداد. طيب إذن بعد 63 أصبح الحزب حزبا شموليا، وانتهت هذه قصة الديمقراطية والآخر وقبول الآخر، انتهت صحيح؟ تمام. وأنا بعتبر من ذاك الحين ما عاد في شيء اسمه حزب البعث، يعني مع احترامي وتقديري لكل الناس اللي موجودين داخل الحزب، لأنه الناس معاد ما بيعرفوا هالحقائق هاي، ما بيعرفوا إلا نظام حافظ أسد ونظام العسكري القائم، يعني وهو عبارة عن مؤسسة أمنية عسكرية يعني بشكل موضوعي بغض النظر. طيب. يعني أنا معاد بدك تأخذ بعين الاعتبار ما عندي مسألة شخصية خلاف مع فلان، مع بشار الأسد أو مع حافظ أسد أو مع أي إنسان، ما عندنا في موضوع سياسي، نحن بدنا نحكي ننتقل بالمنطق تبعنا إلى المنطق السياسي، مش نظل يعني لا بعملية ردح ولا عملية اتهام ولا الوقائع هي بتدل عن نفسها. يعني اليوم أنت لما بتقول عن حزب البعث، حزب البعث بالعراق حزب مطلوب رأسه، شايف كيف، ومطلوب تصفيته، وحزب البعث من قبل الإيرانيين والمشروع الإيراني وحتى الأمريكان وكل القوى اللي معهم، بينما بسوريا هو حليف استراتيجي ورئيسي. يعني ما بدك تشوف في يعني وقائع بده يشوفها الإنسان على حقيقتها يا أخي، شايف كيف. أمرك. بعدين هاي أمرك دكتور. نعم العفو. فأنا بعتقد يعني يفترض أنه هاي المسائل تفرز، أنا مو دفاعا حتى تكون بالصورة، يعني مو دفاعا على موضوع البعث، أنا مع الفكرة حتى أموت، لأنه هاي الفكرة اللي بعتبرها وحيدة لإنقاذ العرب. سأتيك على هذه نهاية أداة دكتور. أولا أنا أطلب منك أن ترجع بظهرك إلى الخلف وتستند. صحة نشفنا. شكرا. لك ريق. نشفنا لك ريقك لا يروح. هي قضية سوريا بتنشف الريق والحزب. والله بتنشف. طيب الآن باختصار دكتور، بعد مجيء حافظ الأسد ما بقي أي رمق في حزب البعث، صحيح؟ انتهى الموضوع. تمام. لا، من 66 حتى للأمانة تكون يعني احنا موضوعيين، لأنه من 66 صار عملية أنه كل قيادات البعث معاذ صارت داخل السجن، يعني بما فيه قيادات عربية بالمناسبة، يعني الأستاذ علي غنام من السعودية عضو قيادة قومية، والأستاذ طارق عزيز اللي أشهر من نار على علم، والأستاذ جبران مجدلاني، والأستاذ كمان ناصر الشاعر المشهور اللي اغتالوا إسرائيل ب 73 في لبنان، والعديد منيف الرزاز. منيف الرزاز سجن؟ لا ما سجن. ومنيف الرزاز كان ملاحق وأنا اشتغلت تحت قيادته، يعني احنا اشتغلنا بانقلاب محاولة. هذا موضوع مهم أقول لك يا معاد وأقوله للجمهور يعني للناس يسمعوا، أنه نحن بعد 23 شباط عجزنا في مواجهتهم لا بالطرق الشعبية، يعني طلعنا اتحاد الطلبة سيطرنا عليه سيطرة كاملة بعد انقلاب 23 شباط، وهو ضد 23 شباط نحن عم نشتغل. بعدين نقابات العمال، باتحاد العمال والنقابات قامت ثورة قائمة بذاتها، وبالرغم كل ذلك ما أخذنا لا حق ولا باطل، مزيد من الاعتقالات ومزيد من القمع. لأنكم طيبون هؤلاء خصمكم خبيث، خصمكم خبيث واستطاع القضاء عليكم. فلأقول لك بس هالمسألة هاي جدا جوهرية. تم الاتفاق مع الدكتور منيف أنه تشكيل مكتب عسكري لعمل انقلاب، لعودة شو هدف الانقلاب الرئيسي،
هدف الانقلاب الرئيسي رقم واحد عودة الجيش إلى الثكنات ومنع تدخله في السياسة كليا، عودة الحياة الديمقراطية إلى سوريا والتعددية الحزبية. ثلاثة، وشوف الأخلاق اللي كان اللواء فهد الشاعر أصر أنه لا يمكن أن نستغني عن أي كفاءة عسكرية من جماعة 23 شباط، ونحن ما في بيننا أحقاد بالرغم من الاعتقالات وبالرغم من التعذيب وبالرغم من كل ما جرى. شايف كيف؟ وأنا أشهد بالله أنه يعني هالشهادة للتاريخ كان الهدف الرئيسي هو تصحيح الوضع من حيث الأساس، وكان الهدف النبيل والأساسي هو عودة الشعب وعودة الديمقراطية إلى إبداء الرأي والتعددية. هذا الشيء اللي كنا عم نشتغل إليه، ونحن قلت أنا على أساسه بالمناسبة، يعني على أساس هذا بس. وبالرغم من أنه تم عملية للأسف الشديد محاولة ربط حركة سليم حطوم حرام اللي نفذ لهم الانقلابين، يعني هو ومصطفى الحاج علي وسليمان حداد نفذوا انقلاب 8 آذار، وهو نفذ لهم انقلاب 23 شباط بكتيبته لوحده وتحمل المسؤولية، وبالأخير صفوه وأعدموه هو وبدر جمعة. طيب الوقت مضى سريعا، الآن كيف ترى الوضع الآن؟ والله هذا الشيء اللي لازم تخلي لي له شكل من أشكال الوقت، لأنه طيب. يعني دكتاتورية الوقت، بس أنت بتلطف الموضوع في الحال. يعني الحقيقة معاذ، أنا بدي أقول لك شيء ربما يكون مختلف عن كل ما يقال. أنا بقول لك شيء، أنه أنا برأيي النظام والمعارضة ما هم موجودين، لأنه سوريا بالأساس ما عادت موجودة، في عندنا 5 احتلالات والمعارضة والنظام بيد الاحتلال، فلازم نأخذ بعين الاعتبار أنه ما في هناك لا سيادة ولا إرادة مستقلة ولا قرار مستقل، هاي حقيقة ثابتة يجب أن تكون واضحة. والشيء الثاني والأهم أنه نحن، أنا بدي أتوجه للشعب بشيء أساسي، بأنه حالة الانقسام اللي موجودة والاحتلالات الموجودة هاي مرحلة تحرر وطني، مو مرحلة أحزاب ونشكل تنظيمات ومنظمات. هذا الموضوع بدنا نخرج منه، لأنه في حدث خطأ تاريخي بالنسبة لهالأمر، هذا هو انتقال الثورة للاعتماد على الخارج وتسليم الخارج ركبتها، وهي أكبر خطيئة تم ارتكابها. وفي ناس عن يعني ناس عديدين بدون دخل، لأنه أنا ما بدي أشخص المسائل نهائيا ما عندي مشكلة مع أحد، كان بفكرهم أنه الخارج هو اللي بيجيب لهم الحكم وبيسلمهم إياه، مثل ما حدث مع صدام حسين ونظامه اللي هو مختلف جوهريا عما جرى في سوريا، أو بالنسبة لعملية القذافي لما حلف الأطلسي روحوه. يعني هاي كانت خطيئة كبرى. الخطيئة الأخطر هي عدم وجود تشكل قيادة للثورة على الأرض، وإذا ما كان في هناك هالشيء هذا لا يمكن أنه نصل لنتيجة. الآن معاذ في موضوع الحراك السلمي في السويداء، وأهلنا بالسويداء لديهم شيء مهم جدا اللي هو وحدة القيادة ووحدة الموقف والموقف الوطني، بغض النظر عن الانتقادات. نحن اليوم نبحث عن شيء إيجابي، هو فتح حوار وطني شعبي بين كافة فئات الشعب بكافة أديانهم وتفرعاتهم وأفكارهم وطوائفهم. يفترض أنه نحن نلاقي الناس بفكرة أساسية اللي هي موضوع الحوار من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية، وهذا الحوار يجب أن يقودوا ناس وفق رؤية وطنية صادقة وأساساً مبنية على الأرض. وعندنا سند هذا الحراك، لازم ما نفرط فيه على الإطلاق. وأرجو وأتمنى على الشباب وخاصة داخل الحزب وحتى التيارات الإسلامية، الشباب داخل الحزب يفترض أن يقدروا مسؤوليتهم أمام الواقع. نحن بلادنا مهددة بوجودها، يفترض أن نفكر بمعنى بنعود لضميرنا ونصالح ذاتنا حتى نتصالح مع الآخر. وإذا ما وصلنا لمصالحة وطنية مبنية على العدالة الاجتماعية على العدالة الانتقالية،
اللي هي فيها سيادة القانون لا يمكن أن نصل إلى حل، لأن حالة الانقسام واضحة وكثير جدا واضحة للعيان. نعم. وأتمنى أيضا على التيارات الإسلامية أن يعودوا إلى ما بنوا الأوائل، وخاصة منذ فترة قصيرة توفى المرحوم الشيخ العطار عصام اللي العطار. هو أنا التقيته في عهد الانفصال، كانوا مثال للوطنية والاهتمام بعصام العطار والاهتمام التقينا معه مع الأستاذ صلاح البيطار في بيت بهجة البيطار سنة 62 لأنه كان مرشح للانتخابات والأستاذ صلاح مرشح، فقال كلمة أنه نحن حكمنا الأساسي هو الشعب والديمقراطية ونحن قبلانين بالنظام البرلماني ونحن الوطنية أساسية بالنسبة لنا. فأرجو من الشباب أن يكون هذا موجههم الأساسي، وخاصة الشباب اللي منتمين للبعث، نحن ما عندنا عداوات مع أحد، بدنا نفتح صفحة جديدة، والمجتمعات لا تبنى على الأحقاد والثأر والضغائن دكتور، حتى نصل للسلم الأهلي. هذا الشيء الأساسي. جميل، قبل أن أختم معك بنصف دقيقة، ما زلت أؤمن بالبعث؟ صحة على قلبك، ما زلت تؤمن بالبعث؟ نعم. ما زلت تؤمن بالبعث؟ أنا ما زلت أؤمن بفكرة البعث حتى مماتي، أي شيء لا أتنازل عنه. وهذا الموضوع مو تعصبا، وقلت لك أنا بعتبر الحزب أداة معاد، ما هو وسيلة، مش هدف بحد ذاته. الهدف هي الفكرة، الهدف هو الشعب، شايف كيف؟ والشعب هو أنا موقفي تجاه الثورة هو موقف أخلاقي مع الشعب، يعني وبالإضافة إلى أنه موقف سياسي، لأنه ما ممكن يكون الواحد ضد شعبه، يعني هاي شغلة مثيرة. يعني بعثي، ما زلت بعثيا وستبقى بعثيا؟ سأبقى من حيث الفكر بعثي وليس حزب. الدكتور ناصر سابا البعثي العتيق، كنت معي من باريس. لنا جلسات وجولات أخر دكتور. بكل سرور، لأنه بصراحة القضايا لا يمكن استكمالها. نعم. صحيح. عبر هالفترة القصيرة أخ معاذ. بعيوني. لك التوفيق لك وللكادر وللفضائية تبعكم. الله يسعدك. شكرا. على كثر الأمل بكم. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. حياك الله. في أمان الله.